مرحبا اختي. وبيك اكثر يا عايشك عسلامه. انت جيتنا تحب تحكي الواقعه نتاع اعتداء عليك ومشكله كبيره، فسر لنا. مشكله كبيره، نتمنى رئيس الدوله ياخذ لي حقي من الناس هذوما، اما المسؤوليه هذيا انا نحب نحمل فيها العمده، نواب البلديه السابقين ورئيس البلديه، فهمتني؟ شاهد العنف هذه وقت ايش تعرضت لها؟ هذه تعرضت لها نهار 20 سبتمبر 2023 وهذه في 2019. نفس الشخص؟ نفس الشخص وعائلته، السيد هذايا كان يخدم موظف وعمل عائلته عصابة، وبحكم انه عنده نفوذ، فهمتني؟ نمشي المركز، فهمت؟ انا من اعتمدت ود الليل ولاية منوبة، فهمتني؟ نتمنى رئيس الدولة يعمل طلة، يعمل طلة ويشوف اللي صاير لي هذايا. انا سبب المشكل، سبب المشكل الموظف هذايا كان موظف قبل وخذا روتريت، خذا ورقه صيانه في منطقه خضراء على اساس مشيت لها بها، وكل مره بنتي عملت اكسيدون، فهمتني؟ اعطوه قشك واعطوه باش يعمل لها بها. جات الثوره قال على الجار نتاعي، فهمتني؟ انا نتمنى نشوفها ونتمنى السيد الرئيس يتحرك في الموضوع هذايا، خاطر هذايا 2019 وذي 2023 سبتمبر نفس الشخص، نفس الشخص وعائلته، ما كيتش حقي، نتمنى ناخذ حقي. ضربك كيفاش؟ هذي 2019 شكابيه قال لي امشي تنياز لي على الشكوى، خاطر انا شكيت بنائب رئيس البلديه، خرج نهار 11 سبتمبر 2018 عمل معاينه، مشيت شكيت بيه قال لي تتنياز لي على الشكوى، ما حبيتش نتنازل. مشى شكابيه لفق لي قضيه اللي انا، خاطر بحكم فما اعوان في مركز شباو اعطاو هو صح زميل ولدهم، فهمتني؟ هزني للمركز على اساس باش يضغط عليا غادي، قال لي انا باش نساعد نتنازل على الشكوى، خي انا ما حبيتش، فهمتني؟ تعدت القضيه للمحكمه نهار 30 ماي، احنا مروحين في 2019 احنا مروحين من المحكمه، والسيد هذا يتعرض لي هو عائلته، ضربوني فكوا لي تليفوني قطعوا لي العلبه نتاع صبعي، هاكا صبعي، هاكا صبعي معوج، هاكا ريتو صبعي معوج، فهمتني؟ ضربولي فكولي تليفوني ومشاو شكاو بيا اللي انا ضربت لهم ولد بنتهم، فهمتني؟ قداش عمره ولد بنتهم؟ ولد بنتهم وقتها عمره 14 سنة وتبارك الله أطول مني، أطول مني، باهي هذايا كله مشيت الحكاية، بقات القضية جارية. نهار 20 سبتمبر أنا ماشية للطبيب من 5:30 متاع الصباح 20 سبتمبر 2023 اللي هي هذه. السيد هذا يعرضني ودابا يعرضوني هما بطبيعتهم، خاطر صايره برشا مشاكل وبرشا قضايا من بيناتنا وقتها، ديما يعرضني، عرضني نهار هذاك الصباح، تحرش بيا، رجل كبير عامل عمر تين زعما زعما، فهمتني؟ تحرش بيا وقال لي كلام خايب، كي عرفني انا مانيش باش نسكت له، فهمتني؟ سبيتو سبني، حاسيلو ركحة المشاكل، مشى ضربني هو ونسيبو وولدو بالبونية. تحموا فيا ثلاثة رجال اللي خاضني اني فماش عدل في البلاد، عندك فلوس تعيش، ما عندكش فلوس ما تعيشيش. مركز شنو قال لك؟ ما وقفهمش حتى نهار. اول انسان مشيت للمعتمد، والمعتمد كلم رئيس الفرقة، زع قبل ما نمشي للمعتمد مشيت للمركز هذا اللي في المعتمديه واد الليل، فهمتني؟ مشيت له، خرج لي السيد هذا اللي ضربني يتهدد عليا ويتهدد على قريبك فجاه معايا، ومن بعد مشيت انا كلمت انا المحاميه قالت لي امشي للعنف ضد المراه، مشيت للعنف ضد المراه للمركز يا اخي، بعد قلت لي يا اخي مش المعتمد، خاطر مهما كانت الحكايه تخصه هو يعني كالمهم نفذوا القرارات الهدم وقرار الاخلاء بالمكان ما يصيرش فيا انا هكا، باهي عملها هكا حسيلو، مشيت للمركز للمعتمد حكيت معاه كلم رئيس الفرقه، قام بالاجراءات المره الاولى، فهمتني؟ واعطوه فرصه كامله 15 يوم يهزوا فيا ويجيبوا في الاخر شنيا، ما راني الا ما تنحى ولده اللي هو موظف حاليا وتنحى نسيبه، بقى كان الراجل هذايا اللي ضربني جاري في محضر جلسه ما نتنحى، تنحى اي تنحى وتعدت للمحكمه، ولتو نطلب من رئيس الدوله انه يطلب لي بجاه ربي، نحب حق المراه، ما قلت حق المراه وينو حق المراه؟ وينو؟ مش موجود، قداش من امراه ماتت؟ قداش من انا هاني نشكي وصلت، فما ناس مسكينه ما تشكيش، مش كل ما تشكيش، اما تشكي وما تلقاش حقك كيفي انا، خاطر انا مش قاعده نلقى في حقي. انت اليوم جلسه فما جلسات بيناتكم؟ فما جلسات وقاعده تتاجل تو هذيا، علاش لتوا ما خذيت النيابه ما خذيتش معاينه؟ نتمنى من النيابه نتاع ولايه منوبه اعتبرني اختك امك
اختك، جارتك، بنت خالتك، ما يسالش، وخذ لي حقي، خذ لي حقي. زعما كان جات واحد من الاقرباء نتاع النيابه ولا نتاع رئيس محكمه ولا نتاع رئيس دوله، ما يخرجلهاش بالوقت ياخذوا لها حقها، ما يخرجش بالوقت ياخذوا معاينه. ما توقفش السيده ذي، لا هو لا ولده ولا نسيبه ولا بنته. علاش؟ علاش شنو سبب الخلاف بيناتهم؟ برشا خلافات، برشا خلافات. جيرانتو؟ جيراني، عامل عائلتو عصاب، تسمع بها ويضربني ويمشي يشكي، يضربني في القضيه الاولى اللي هي 2000 في 2030 ماي، هذايا 30 ماي مشاهد عليه زوز من الناس صحاب سوابق، فهمتني؟ حاضرين الزوز شو؟ مش حاضرين، انا عمرك شي مركز يمشي للشاهد لدارو. احنا المركز هذايا العوان تاع 2019 في مركز شباو على مسؤوليتي، يمشي ويمشي للشهادة هذوما للدار. ونهارتها انا متعدي ونخزر لهم كي صحة، قال له هيا مدام عاهد، قال له سكر فمك وسامحوني في الكلمة، قال له سكر فمك، هذا العون للشاهد. انت تشهد عليا الناس وحبسة وابقة، علاش؟ وين الحق؟ وين حق المرأة؟ رجلك وين؟ رجلي اخت عامل يومي، رجلي كان جاي لاباس عليه، روى اما هما لا يحقروا الزوالي، يحقروه. احنا التوانسه الزويوله محقورين، ما عندناش حق، وخاصه المراه، المراه ما عندهاش حق. انا نقول لك المراه عندها حق في تونس، راح حبر على ورق من الاخر. انا ما كنتش حق، نتمنى من رئيس الدوله ياخذ لي حقي ويشوف لي حقي في الموقف. ولا نهار ولا دقيقه، انا قلت لك اعطوه. تصور انت نورمالمون كنا نتوقف في 24 ساعه ولا دقيقه، وقال لي مانيش باش نتوقف، وفعلا وقال لي المعاينه مش باش تاخذها. انا نتمنى من النيابه نتاع منوبه، نتمنى بجاه ربي براس لا العواش، خذوا لي حقي، راني مظلومه. اتفرجوا في سيدي واحكموا عليا. كل قضية يحط لي فيها ولاد بنت، كل قضية اليوم يعملوا في ولادي يردوا في أنا. نتمنى من رئاسة الدولة يتدخل لي في الموضوع هذا، خاطر ويحمل المسؤولية للعمدة والنواب البلدية ورئيس البلدية نتاع واد اللي إيش أشوف. نتمنى يا رئيس الدولة تجي وتشوف ولاية منوبة، إيش أشوفها، إيش تفقد في الولاية قداش فيه. صوري مضروبة كما حكا، وما خلانيش اكل مكتب العلاقات. انا مسميته مكتب العلاقات ضد المواطن، مش مع المواطن، ضد المواطن، على خاطر ما يخليكش تقبل، ما خلانيش باش قابل الوالي. يا ويلي انت اليوم وين ماشي؟ انت وين ماشي؟ كرسي واخرج. انا طول ندور نلوج، مش نحب نمشي للقصر متسقي ونشوف غادي يشوف لي حقي، نحب حقي ناخذ حقي. صارت حاجه اليوم الفتره ذي؟ فترة كل يوم تصير لي انا، كل ما تصير لي المضايقة، كل يوم نبدا نمشي على المادة، يعرضني هو يدزني ويتعدى واضرب. إلى متى؟ إلى متى؟ نتمنى من رئيس الدولة ياخذ لي حق، وإن شاء الله صوتي يوصل، إن شاء الله صوتي يوصل. نتمنى يا رئيس الدولة مني طالبة منك شيء، طل على مركز مراكز نتاع وادي الليل وولاية منوبة، ولاية منوبة خاصة شوفهم وكلمهم وقول الوالي تاع منوبة بجاه ربي سايب الكرسي واخرج دور، سايب الكرسي كما عامل الرئيس الدولة، كرسي مسايبه الرئيس الدولة، أنت مسايبوه واخرجوا دور. علاش هو يخدم لكم في خدمتكم؟ يخدموا خدمتكم، تخرج على حساب الشعب أنت، وإحنا الشعب مناش لاقيين حق. أنا نتمنى رئيس الدولة ياخذ لي حقي مع الناس هذوم ويرحموا.